أفادنا منذ قليل مراسلنا بالقيروان عقبة الجناوي بأنه تم اليوم التفطن إلى أدوات مدرسية كتب عليها عبارة أحب إسرائيل، وذلك بمدرسة أولاد نصير ببوحاجلة. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي. معنا مباشرة السيدة جوهر سنوسي، معلم بمدرسة أولاد نصير في بوحاجلة. سي جوهر، مرحبا بك على موجة راديو مساكن. لو كان تفسرنا أو تعطينا أكثر تفاصيل بشأن الحادثة اللي تقول لي أنك تفطنت إلى أدوات مكتبية عند أحد التلاميذ فيها كلمة أو عبارة I love Israel. بارك الله فيك. أنا مدرس مدرسة أولاد نصير معتمدية بوحاجلة ولاية القيروان. ما رعني إلا مصفن في حصة تربية تشكيلية. نعم. أنا موجود بعض الأدوات المدرسية وتحديدا أقلام زينة. نعم. في العلبة علبة أقلام زينة يعني تحتوي على 6 أقلام، منها اللون تحديدا اللون الأخضر كتب على أحد الأقلام بما معناه أحبك يا إسرائيل، يعني باللغة الإنجليزية. نعم. يعني كلنا وجميع الإطار التربوي الموجود في المدرسة يعني احتجينا على هذا ومستائين من هذا النوع من الحرب، احنا نسموه نوع من الحرب. نعم. على ديننا وعلى عروبتنا. نعم. عن النص اللي استغلوا خاصة البراءة لوليدات الصغار اللي موجودين في المدرسة ويمروا لهم سموم، اعتبرها سموم هذه يمروها في داخل الإطار التربوي. هل قمت بإعلام السلطات المختصة؟ نعم، قمنا بإعلام الإدارة اللي نعمل تحت بالنظر يعني تابع وزارة التربية. وقمنا كذلك بإعلام نتصل بين عديد وسائل الإعلام. ونحن نحتاج هذا وماشيين في إطار أن إجراء قانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا، وهذا ما تخلفه التجارة الموازية في بلادنا من حبيبة تونس. نعم.